بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أنا سعيد أن أقف اليوم بينكم لنتحدث عن تجربة جميلة وتجربة عميقة، وتجربة بدأناها مثل ما ذكر أخوي صلاح كانت مجرد فكرة وتطورت إلى أن أصبحت الآن مشروع كامل متكامل. لا شك بأن هذه الفكرة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه قامت على جهود كبيرة من مجالس إدارات ومن أعضاء عاملين ومتطوعين، والكل ساهم. لكن للأمانة خلوني أقول بحكم أني أنا كنت عضو في مجلس الإدارة، كم واحد، 2 ولا 3، الواحد ذاكرة راحت شوية، بحكم أني كنت في هذا المجال، الحقيقة الجمعية قامت بجهود جبارة نتيجة للحقيقة، وبدون يعني مجاملة أو بدون إضافات كثيرة، بجهود رئيسها الأخ صلاح. أخ صلاح كان رئيس الجمعية، يعمل نقول 24 ساعة، كان يعمل بجهد، وكل جمعية أنا أعتقد عندنا إيش كثر جمعياتنا في عام الكويت هنا، كله تعدهم كل يعني عدد كبير، لكن الكثير منهم يتأسس ثم ينتهي ويخمل ويموت وليس له حس. وأنا أعتقد كل جمعية بجانب أعضاء مجلس الإدارة الرئيس له دور كبير جدا وفعال في إحياء نشاطها وتحريك الجميع، وهذا اللي كان يقوم فيه الأخ صلاح، وهي شهادة يعني يشهدها له ويستحقها الحقيقة، وكل الأخوان اللي يعملون معه، وكل هناك الجنود المجهولين اللي يعني يعملون بكل طاقة ويدعمون هذه الأفكار اللي يطرحها الأخ صلاح واللي كان نشيط فيها. وأنا عندي نظرية حقيقة، ما أدري صحيحة مو صحيحة، لكن نظريتي، وأنا دائما لا قعدت الصبح سواء كنت داخل البرلمان أو داخل الوزارة لا شفت الجريدة ما في أحد قاعد ينتقدني، أو شفت التويتر ما في أحد ينتقدني، أقول أكيد في عندي خطأ، أكيد ما سويت شيء، أكيد ما عورت عظم معين. فأعتقد الانتقاد اللي يوجه للإنسان هذا دليل أمرين، دليل أنه يعمل وبالتالي ممكن يخطئ وبالتالي ينتقد، وانتقاد هذا على حق، ودليل آخر بأن يعمل وأصاب حقيقة لا يريد الآخرون أن يقروا بها، وبالتالي هذه الانتقادات اللي وجهت وتوجه إلى جمعية شبابية دليل أن هذه الجمعية تعمل، ولو لم تكن تعمل ولو لم تكن تصيب. وأنا أقول هذا الكلام الآن وأنا خارج، يعني أنا لا أمدح الجمعية وأنا فيها، أنا خارج من الجمعية منذ فترة طويلة، يعني يعني يمكن عضو في الجمعية العمومية لكن ليس في مجلس الإدارة، لكن هذه الانتقادات وأنا أشوفها وأنا من خارج أقول فعلا الجمعية قاعد تمشي صح، قد تصيب قد تخطئ لكن قاعد تمشي صح لأنها قاعد تشتغل. لو لم تعمل الجمعية لم انتقدت، ولو لم تصب أحيانا يعني العظم حق بعض الناس لم انتقدت. لذلك أنا أرجو من الإخوان في مجلس الإدارة أن يكون هذا الانتقاد ليس محبطا وإنما محفزا وداعما لهم لمزيد من العمل ومزيد من المواجهة. يروا بالكم لا ترددون، أنتم جمعية شفافية لمواجهة الفساد، مثل ما قلت تحسين وضع الكويت مو تحسينه بمكياج، لا تحسينه بالحقيقة بإظهار الصورة الحقيقية ومواجهتها. وبالتالي علينا أن نستمر بهذا العمل، عليكم أن تستمرون بالمواجهة، تستمرون بالعمل، تستمرون بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما عن الفساد فأنا وصلت إلى نظرية أو وصلت إلى قناعة بأن ما نتحدث عنه من فساد، واحد يأخذ رشوة، واحد يأخذ شيء غير مستحق له، هذه ليست المشكلة، هذه هي مظاهر المشكلة وإفرازات المشكلة. المشكلة في جسدين، إما جسد الدولة والنظام بأنه يسمح بهذه الاختراقات نتيجة لتخلف أو خلل فيه، أما بجسد الإنسان، هذا الإنسان الذي لا يخشى ربه، الذي لا يشعر بالمسؤولية ولا يحب وطنه، فينحرف بأن يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة وطنه. دائما اللي يأخذ رشوة معناه أنه مو قاعد يؤدي عمله صح، وبالتالي راح يكون هناك إساءة ويكون هناك خلل في البلد وفي خدماته. لذلك أعتقد جزء كبير، وأنا أذكر لما سواء كنت في مجلس الأمة أو حتى في مجلس الوزراء كنت دائما أدعو
إلى أن يكون في وقت محدد لوجود الحكومة الإلكترونية. الحكومة الإلكترونية أنا أعتقد عندما تدخل الآلة في التعامل في تعامل الناس، واحد يقعد ببيته ويتعامل، ما يتعامل ويا الناس، ما يتعامل مع الموظفين مباشرة، والموظف ليست له مساحة واسعة للخروج على القانون، عندما تدخل الحكومة الإلكترونية أنا أعتقد 95% من قضايا الفساد سنحلها. يبقى 5% الثانية هي الإنسان، عندما تكون هناك توعية وعمل توعوي كبير جدا ليشعر هذا الإنسان الفاسد بأنه قريب بين الناس، حتى لو يختلي مع نفسه يشعر. تذكرون أول مؤتمر سوينا كانت التجربة أعتقد الكورية اللي ورونا بعض الأفلام، لما الطفل يقول حق أبوه دير بالك لا تأخذ رشوة في البيت، كانوا يسوون أفلام توعوية، أذكر كان بالشرق أعتقد أول، فكان يقول الطفل يقول حق أبوه، الطالب يقول حق المعلم لا تأخذ رشوة. أنا أعتقد يعني بهذه الصورة نستطيع أن نحد كثيرا من مظاهر هذا الفساد اللي فعلا نشعر فيه والكل يشعر فيه. لا نريد على خلافات سياسية وخلافات فكرية وخلافات شخصية أن نحاول أن نغطي يعني ما تعانيه البلد. نعم تعاني البلد فساد. اليوم عندنا مظهرين صاروا، مظهرين سيئين جدا ما حد حكى فيهم. أنا أشرت إلى واحد من المظاهر في تويتر، ممكن والمظهر الثاني حدث الأمس وراح أتطرق له. لما تأتي وزارة الداخلية تقول سحبنا 900-9000 إجازة قيادة ممنوحة بغير وجه حق، شنو هذا؟ أليس هذا فساد؟ وين ما تحكي 900، أنا على قناعة بأنها لا تقل عن 100,000، لا تقل عن 100,000 ممن خذوا هذه الإجازات بغير وجه حق. بالتالي في فساد، في فساد بالداخلية، في فساد بالشؤون، في فساد في شركات خاصة تقوم ببيع هذه الإجازات. مظهر الآخر الحكم اللي صدر من يومين على محطة مشرف، براءة لكل المتهمين، هذا حكم قضائي، لكن هناك فساد في المحطة. هل سيغلق الملف الآن بالحكم؟ إذا في مشكلة، لا يجب أن يفتح مرة أخرى هذا الملف. يجب أن نعرف كم الخسارة، 220 مليون أعتقد قالوا. خلاص يتسكر بحكم؟ نعم يمكن قد يكونون هذا براء، قد يكونون هؤلاء يعني بريئين، لكن هناك شخص متسبب وأشخاص متسببين، إذا يجب أن يفتح. ما حد حكى عن الموضوع هذا، كل واحد قاعد مدنق راسه تحت. ليش؟ إذا خلونا نواجه، إذا أردنا فعلا أن نواجه الفساد بصورة حقيقية وبجرأة وبوضوح، نعم سنتأثر، سننتقد، سنجرح، سيطعن فينا، وهذه سنة الحياة. لكن أنا أتمنى دائما، وأنا هذه دائما أسويها، يعني إذا ما لقيت أحد ينتقدني أشعر بالملل، وعندما أنتقد أشعر بالقوة وأشعر بالتحدي وأشعر بالرغبة بالعمل بالمزيد. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن يعني سنين طويلة وعمر مديد في عمل مثمر ناجح إن شاء الله. وشكرا لكم مرة أخرى.